بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، واهلا ومرحبا بكم عبر قنوات الشركه الوطنيه لدعوه التلفزه المغربيه. نرحب بكم في امسيه رمضانيه نواكب من خلالها تفاصيل هذه المقابله التي والانطلاقه ستكون بعد لحظات. الاستعدادات من اجل الدخول للبساط الاخضر. غادي نتابعوا التشكيل الاساسي لكل طرف، ولكن وايضا قبل ذلك غادي يكون هنالك النشيد الوطني لي بشعار الله الوطن الملك. صراحة أجواء رائعة جدا هنا بمدينة أكادير مع تيفو جميل من الجماهير التي أبت إلا أن تكون حاضرة بلمستها الخاصة. هذه من الأشياء اللي كتعطينا واحد الحماس وكتعطينا أيضا استمتعنا ونحن دائما وإياكم مشاركين. نبدأ الدقيقة الأولى من عمر هذه المباراة في انتظار الانطلاقة الرسمية الخاصة بهذا اللقاء. تشكيل ديال المنتخبين، البداية بالمنتخب الوطني المغربي اللي ولقاء اليوم. صور كنشوفوها ديال عناصر المنتخب الوطني المغربي، ايضا كنشوفوا هنا في هذه المقابله الوديه في هذا الموعد الودي الهام بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الانغولي. هنا التشكيله ديال المنتخب الانغولي، 22 توالي بيدرو المدرب بيدرو غونزاليس في الثواني الاولى والدقائق الاولى اللي غادي يلعبوا اليوم. القمصان الحمراء من اليمين الى اليسار. الساده المشاهدين، تعطات الانطلاقه ديال هذه المقابله في الوقت المنتخب الانغولي. قمصان الصفراء من اليسار الى اليمين. الساده المشاهدين، بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي نشوف هنا انطلاقه عمليه هجوميه بمحاوله فرصه داخل منطقه الجزاء بمحاوله ديال الهدف الاول. كره لا تزال مغربيه، كره عند ابراهيم دياز. الكرات اللي كتجي من جانب اللاعب دياز كينطلق ابراهيم ابن عبد القادر. عمليه هجوميه تمريره جايبين بشكل ممتاز، فرصه ديال الحصول على الكره. زياش قليل السرعه، كان بامكان زياش انه يتمكن من الكره. عمليه هجوميه من جديد لصالح المنتخب الانغولي جايبين بعمليه ديال الاختراق. نشوف لاحظونا الدخول داخل منطقه الجزاء. روقي كينسل، حكيمي كينطلق بالكره ديالو ممتازه باتجاه من ابراهيم. هنا مخالفه كل صوب منطقه الجزاء. لاحظوا كيفاش انه حسب الكره وكانت هنالك المخالفه واضحه. عمليه مسك لاعب افونسو ايدي هو اللاعب الذي حكيمي. حكيمي يتقدم، حكيمي يصوب الكره ديالو مشات عاليه. الكره هذه راسيه من ابرز المحاولات الراسيه ديال اللاعب باسينسيا كريستافا. هو بالطريقه ديالو بالاسلوب ديالو لعب الكره بهذا الشكل هذه بالطريقه هذه. حاول يختار الزاويه البعيده مع التمدد ديال ياسين بونو اللي حاول ما امكن باش انه يوصل الكره. مرت بالمحادات من القائم الايسر. ممتازه جدا هذه عمليه هجوميه، محاوله مغربيه، فرصه ديال الاختراق ودخول داخل منطقه الجزاء. كتجي الجهه اليسرى بالصغير، ماذا يفعل؟ يدخل الكره ديالو ممتازه، فرصه ديال التصويب، تصويبه محاوله ديال ابراهيم عبد القادر دياز. يمكن الوصول الى معترك ديال المنتخب الانغولي، وهذه واحده من المحاولات. كره تلعبات اللاعبين وتمريره جميله ممتازه جدا من جانب ابراهيم دياز. هنا الحكم وايضا ابراهيم عبد القادر دياز. في الوقت اللي كنشوفوا هنا الطريقه ديال الياس مصرير كيفاش انه قام بالتمريره من المحاوله ديال التصويب. رجعت مره اخرى ابراهيم عبد القادر دياس. ممتاز ممتاز المرارات ديالو طريقه ابراهيم يلعب كره تمريره جانبيه. الياس مصرير من الجهه اليسرى، مراوغة، المهارة الفردية ممتازة من الياس. كرفع كرة ديالو ممتازة، فرصة كرات عالية. لاحظوا الطريقة ديال التعامل مع تمريرة عرضية جانبية داخل منطقة الجزاء. شوفوا الطريقة كيفاش جات عملية ديال رفع الكرة بهذا الشكل بهذه الطريقة هذه. كان بالإمكان اللاعب أيوب الكعبي أنه يستثمرها، ولكن العمل كل العمل تابعناه من خلال التعامل المغربية. كرة عند أوناحي لعبة مع عبد القادر ابراهيم دياز. في طلق ممتاز، المرور دخول داخل منطقه الجزاء. وناحي عمليه ديال التمرير، ولكن سفيان مرابط مرابط ممتاز ممتاز. كاين خطا، كاين خطا كيحصل عليها كارمو دافيد. من المهارات الفرديه
الانسلال والمرور. زياد الشاتوري من جهه اليمنى فرصه على حمد الجزاء محاوله ولكن دفاع كيدخل بالمعطيات الدقيقه جوج الاهداف. كره ملعوبه بهذه الشكل فرصه راسيه وزني فكر لحظه ثمن راسيه يعني لولا تغطيه دفاعيه كان امكانه انه يستثمر الكره ماضيه. الوقت اللي كنشوفوا هنا الاعاده كتجينا كره تمريره من حكيم زياج راسيه من جديد محاوله تسجيل ومباشره نحو الزاويه مره اخرى مع تغيير نحو الجهه اليمنى عمليه جنيه حكيمي. حكيمي يدخل داخل منطقه الجزاء كيحمل على كورتو ممتازه تمريره عرضيه ولكن تغطيه ديال الاهداف من قبل الشيء ثم بعد ذلك انهزم الدور الربع النهائي وامام من امام نسور نيجيريا. كره بهذه الشكل للمنتخب الانغولي عمليه ديال الاختراق دخول داخل منطقه الجزاء محاوله ديال ابعاد الخطوره. شوفوا هنا الطريقه ديال المراوغه ديال اللاعب ساكاليومبو فرانسيس غفيره جدا حاجه الى الملعب الكبير مدينه اكادير لمتابعه هذه المقابله. انطلاقه هجوميه من الجهه اليسرى الياس بسرير كيحاول يمر من الجهه اليسرى بكريت بوفال هذا محاوله من جديد في خط امامي ديال التسويب ترجع من جديد مغربيه ما خرجاتش. شوف 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 صور شوف صور غنيه عن كل تعليق غنيه عن كل تعليق جنبات الملعب كريم زياش كيحافظ على الكره بالكعب. اوه جميله جميله حكيم زياش اللي مع اللاعبين كره مره اخرى لصالح المنتخب الوطني المغربي بديل الكيفيه اسماعيل. اوه ممتازه من الياس الياس من عبر الكره بشكل ممتاز حاول بنصير اللي اعطى اشارات واضحه على انه اندمج بشكل كلي على غيران ابراهيم عبد القادر دياز وعلى غيران ايضا عبقر. هكذا هي الاسماء التي تاتي لتكون اختراق امام جوج لاعبين. الزر كيحافظ على الكره ديالو السويب ديالو الطريقه ديالو كيفاش ان الكره كتكون لصيقه بالقدم بشكل ممتاز. كره ممتازه للهدف كره ممتازه لتسجيل الهدف. كعبي ضيع ما لا يضيع في لقطه ممتاز كان امكانه انه يعني يستثمر الكره ديالو. لاحظونا طريقه اسلوب اللي جات من خلال تمريره عرضيه جانبيه حكيم زياش قام بالمطلوب ايوب الكعبي في اللمسه الاخيره التقدير ديالو الكره ما كانش بشكل مناسب التقدير ديالو. من جديد تنفذ هذه كره راسيه الى خارج الخط الخلفي للملعب. لاعب اللي كنقول بانه متحرر على مستوى الخط الهجومي ديال المنتخب الانغولي ولاعب اللي كيحاول ما امكن انه يلقى الحلول. جديد المنتخب الوطني المغربي طريقه ديال المراوغه ممتازه. ابراهيم ابراهيم عم قادر يحاول مور مخالفه لا خيار لا خيار لايقاف هذا اللاعب. من الصعب صعب من الصعب حراسات نجم ريال مدريد ونجم المنتخب الوطني المغربي ابراهيم عبد القادر دياز. لاحظوا الطريقه ديالو الاسلوب ديالو شرد الاسم ديالو الكامل ابراهيم عبد القادر دياز الفخور. نعم فخور بانتماء المغربي. ايما سيصوب حكيم زياش يصوب تصطد تعود من جديد المغربيه بالكعب من جانب من عبقر ولكن فقط تبارك في من جانب لاعب عبقر في الوقت اللي حكيم زياش اختار التصويب المباشر يمتاز بتصويبات ممتازه الكره الماضيه. الصغير تمريره ديالو سفيان مرابط محاوله ممتازه ابراهيم دياز تمريره فرصه ديالو داخل منطقه الجزاء يحاول ما امكن انه يلعبها بشكل جيد ولكن لاحظوا هنا كيفيه هنا ايضا طريقه لايقاف هذه الكره. نفس الثلاثي دائما خلف الكرة الثابتة بانتظار بحدو ابراهيم. نعم ينفذ هذه الكرة شميلة مباشرة تدخل ديال الحارس لإبعاد الخطر. الحكم كيشوف بأنه ضربة مرمى. لاحظوا هنا الكيفية الطريقة اللي جات من خلالها عملية ديال تأطير الكرة فوق المرمى بسنتيمترات قليلة رقعة الملعب. شوف يوسف النصيري وايضا متابعة ديال اسامة السوسي كرة ممتازة هدف
هدف للمنتخب الوطني المغربي سفيان الرحيمي، يوقع على هدف جميل من كرة جانبية عرضية، كيتمكن من اللمسة ديال الكرة مباشرة، كتجي الكرة في الشباك. 1-0 للمنتخب الوطني المغربي. شوفوا هنا الانطلاقة من الجهة اليسرى، تمريرة عرضية جانبية، الدور ديال سفيان، الدور ديال الرحيمي اللي مشعل الكرة ديالو، كانت هنا اللي كانت تغطية، كان هدف من نيران صديقة. غادي نشوفوا، نعم هدف بشأن هذه الكيفية بنيران صديقة من جانب كارمو دافيد، لمس الكرة ولو أنه قام بجهود كبير سفيان الرحيمي باش أنه يمشي الكرة ديالو، خدا التموضوع المناسب. 1-0 فرحة ديال وليد الركراكي. نعم شوار متواصل. نذكر بأن المنتخب الوطني المغربي لم ينهزم في الوديات منذ آخر مباراة كانت أمام المنتخب الأمريكي.